كنتش كنسحب راسي، انا مريضه، انا مريضه دابا شي ملي بدات كورونا المره الاولى كنت كنسحب غير البرد ضاربني، دابا كنحس بالحريق بحال الدود وسارح ليا في صدري. انا كنت دابا مريضه 4 شهور وهذا هو الخامس، ما صدتش باش نمشي على الطبيب ندوز، بقيت ناعسه في الفريش. حتى جات المراه قالت لي مالك، قلت لها راني مريضه ولكن ما حاساش بشي حاجه، جمعت ليا من عند الناس وعطاتني باش ندوز. ملي مشيت على الطبيب قال لي انت واش كنتي هنا ولا ما كايناش، هذا الشيء راه بادي قديم. وانا قلت لي ما عديش باش ندوز، دفعني درت لي السكانير، هاو قال لي ديري السكانير وعاد بجيبي. درت السكانير، ملي مشيت عند مولات السكانير قالت لي راه عندك شي حاجه في العظم، دفعتني للدار البيضاء. انا الدار البيضاء ما عديش باش من هنا نمشي حتى لبرشيد، ما عديش باش نركب. جمعوا لي الناس عيطوا المولى بلانس خلصوا وداتني. ملي دابا مشيت عطيني تحليله، درتها هنايا، درتها هنا على برا، درتها ب 100 درهم. انا ما عديش من ديك ال 100 درهم حتى 400 ريال. الناس اللي كتعاوني الجيران، وملي مشيت دابا خاصني نعقب الدار البيضاء نهار 2 ولا 3، الا قالوا قادير شي حاجه اللي ريم على برا ما غنصيبش، قالوا ولكن انا ما غنلقاش باش عطوني اي حاجه على برا ما غنصيبش. انا كنخمم باش فاش غنمشي من هنا للاثنين، انا ما عديش حتى فلوس المركوب باش غنمشي، الا ما عديش راه ما غنمشيش، لا ما صدتش باش راه غنشد ثاني المانطا ونبرك. كيما شديت 4 شهور وانا ناعسه، انا ما كنتش بحالك، ولكن المرض وانا ما كنقدرش نقول الناس عطيني، ما كنقدش، واللي بغى يدير شي حاجه راه على وجه الله. انا هنا غير كاري يوم الكره دابا كيتساني شهرين ما عديش، وجاتني مع المرض والكره ما غاديش يسمع ليا، والعاطل لا واد. مزوجه عندي 4 الاولاد، الراجل توا ملي كثر عليه الكرم مشى لدارهم، قال لي انا ما عديش. الدري الصغير عنده 8 سنين والدري الكبير عنده 15 عام. الغالب الله انا ما كنصيبش باش نوكلهم حتى هما. الحريق انا ما كنعش في صدري، ما كنعش دابا 3 شهور على هاد المده، راه ماشي بحرق. انا راه دوز دابا سيمانه ولكن هو راه باديني ما عرفتش شي 6 شهور هادي ولا اكثر، ولكن انا ما كنصحابش. كندير كنمشي للسبيطار الجرده، حيت عندي الراميد كنمشي به للسبيطار الجرده، كيعطوني راديو كنديرو كيقول لك ما عندك حتى حاجه. كون كان عندي الفلوس انا راه غندوز عاد مالي الفلوس. انا نهار 2 عندي التقليبه ديال السرطان باش غادي يقلبوا لي اش من نوع عندي، واش يشدوني نعس ثاني، واش الا ما شدونيش عطوني رانديفور غنتمحن، غنبقى غاديه جايه وغنتمحن وانا ما كنعش، وهذا الشيء راه غادي يبقى يتزاد فيا. عطاتني ها وحده درتها هنايا ب 2000 ريال، وحده غادي ديروها هما ديال التقليبه ديال المرض، والحاضر هو هذا الشيء اللي نقول. الاخت ديالي تتالم، مريضه ما عندهاش مسكينه الامكانيات، عكاريه ومكرفسه هي وليداتها، وهذا المرض انتشر فيها، وقال لها الطبيب نهار على نهار تيتزاد فيك لما داويتيش راسك، وما عداش باش تمشي. خوتي خواتاتي ديروا شي حاجه على الوجه الله ونقدوها لوليداتها، مألمه بزاف وباقا صغيره ورا ما عندهاش، والغالب الله تمشوها فين عايشه مسكينه بعد النوبات ما تتصيبش باش توكل وليداتها، تسز من حوجاتها وتبيع وباش تتخلص الكرا. واقف على مول الكره دابا تيقول لها خلصينو، هي مسكينه ما عداش باش تخلص الكره. مشى لدارهم قال لها اختي انا غنمشي لدارنا ما عديش باش نخلص الكره، دابا راه 5 شهور ولا 6 شهور وهو غايب لدارهم، وهي مسكينه مرضت وشدت المانطه وراه تيعطيوها على الناس والمحسنين هما اللي يعاونوها باش ديناها مسكينه الكازا، وباش درنا لها هاد ليريم سكانير باش درناه ليها. وانتم اخوتي خواتاتي عاونوها وديروا على وجه الله، راه باقا صغيره وباقين محتاجين وليداتها. هادشي اللي نطلب منكم، انا مزوقه فيكم ومزوقه في الله. اخوتي اخواتاتي الله يرحم الوالدين.